عمره ما هيبقى محترم ابدا. لو ضربه هيجيب نتيجه انا كنت. لا 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 ضرب ايه؟ ما تبقاش عبيط وتعلم ما تظهرش اي عداوه لاي حد قبل ما تكون اقوى منه، او على الاقل في نديه بينك وبينه. والله انا زاد عارف انا لو في اي شغلانه تاني اعمل اي حاجه، بس طالما هشتغل صحفي يبقى لازم اشتغل صح يا اما بلاش. شوف حسام كبر الموضوع مش علشان بيحبك، لا هو عايز يكسر في خليل، هيفجر المشكله ويسيبك لوحدك، وصدقني انت مش قد خليل هاشم. انا عايز ابعد عن الناس دي كلها، نفسي اشتغل في جنة محترم.